السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الثالثة. إذا اليوم عندنا الدرس الحادي عشر حول المعين ومتوازي الأضلاع وشبه منحرف محيط ومساحة. إذا في الصفحة 54 من كتاب المفيد. إذا ننتقل إلى الصفحة 54. إذا نبدأ بالتمرين السادس في هذه الصفحة. أعيد رسم شبه منحرف ABCD على ورقة بيضاء مطبقا القياسات الحقيقية. إذا هنا قياسات ليست حقيقية، ونحن نرسم هذا الشبه منحرف على ورقة، حيث سنحترم القياسات الحقيقية. إذا خصنا مسطرة تكون فيها 15 سنتيمتر بحال هذه. دابا عندنا 15 سنتيمتر عندنا في القاعدة الكبرى، وعندنا 9 سنتيمتر في القاعدة الصغرى، وعندنا 7 سنتيمتر في الارتفاع. إذا كيف سنرسم هذا الشبه منحرف؟ إذا خصنا ننتبه جيدا بأن هذا الشبه منحرف هو منتظم، يعني أن بي سي كتساوي أدي. إذن هنا خصنا نحترمو هاد القياسات هادي. إذن أولا نرسمو القاعدة الكبرى اللي الطول ديالها 15 سنتيمتر. نبداو بالقاعدة الكبرى، إذن غادي ناخدو 15 سنتيمتر باستعمال المسطرة. إذن هذه القاعدة ديسي، إذن ديسي 15 سنتيمتر. إذن دابا خصنا القاعدة الصغرى على بعد 7 سنتيمتر. إذن هنا خصنا الكوس بطبيعة الحال، الكوس باش نحددو 7 سنتيمتر. إذن غادي ناخدو واحد رسمو ارتفاع، ثم نمدد هذا الارتفاع على اساس نديرو فيه 7 سنتيمتر. إذن باستعمال المسطره نحدد 7 سنتيمترات، نعم 7 سنتيمترات. نحتل هنا. إذن القاعده الصغرى ستمر من هذه النقطه، لان هنا عندنا 7 سنتيمتر. هذا ارتفاع موافق للقاعدة الكبرى والصغرى لهذا الشبه المنحرف. إذن هنا باش يجينا هذا الضلع، كيقيس هذا الضلع، خصنا نحددو هذه المسافة. هذه المسافة فيها 3 سنتيمتر، وهذه حتى هي 3 سنتيمتر، وإلا ما غاديش نقدرو ننشئو هذا الشبه المنحرف يكون يعني منتظم، يعني 3 سنتيمتر، لأن من هنا لهنا 9 9، إلى حيدنا من 15 غادي تبقى لنا 6 6، غادي نقسموها 3 لهاد جي و 3 لهاد جي. إذا هذا هو الحل لرسم مثل هذا. إذا هنا غادي نحاولو نجيبو ارتفاع من هاد من هنا وارتفاع من هنا على بعد 3 سنتيمتر لكي نحدد القاعدة الكبرى. إذا هنا غادي ننشئو ارتفاع موافق للقاعدة على بعد 7 سنتيمتر. ثم هنايا كذلك، دونك هنا غادي نحصلوا على النقطة. هذه هي النقطة ديال الشبه منحرف الأولى، وهنايا عاوتاني نفس الشيء لكي يكون الشبه منحرف منتظم. لو أنه ما كانش عندنا شبه منحرف منتظم في هذه الحالة ما غاديش نحتاجه. إذا هذه القاعدة هذه غنلقاو فيها 9 فوالا، دونك 9 سنتيمتر. إذا هنا غادي ننشئو القاعدة الصغرى، الطول نتاعها 9 سنتيمتر.
إذن وهذا هو شبه منحرف تاعنا، بحيث أنه منتظم لأن الساقين تاعو متقيسين، الساقين هذا يقيس هذا. إذن وغادي نسميوه A B C D. هنا عندنا 9 سنتيمتر، عندنا هذا يقيس هذا، وهذا فقط هاد الرسوم اللي بقلم الرصاص فقط استعملناهم، كنا نمسحوهم إلى فقط من أجل أننا نوصلوا الشبه منحرف نتاعنا. دونك هذا هو الهدف من هذا الشبه منحرف، من هذا ما رسمناه بقلم الرصاص. إذا ننتقل إلى التمرين السابع، ألونوا كل مضلع بلون البطاقة التي تشير إلى مساحته. إذا هنايا مساحة عندنا مساحة هذا معين، إذا مساحة المعين، إذا نذكر بمساحة المعين، إذا مساحة المعين كتساوي القطر الكبير زائد القطر الصغير، عفوا لا ليس القطر الكبير مضروب، إذا القطر الكبير في القطر الصغير مقسوم على 2، هذا بالنسبة للمعين، إذا القطر الكبير مضروب في القطر الصغير على 2. بالنسبة لشبه منحرف مساحته هي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة باز غروند باز بيتيت باز في الارتفاع اش مقسوم على 2، مقسوم على 2. اذا هنا نشوف الشيء اللي طبقنا، اذا عندنا 20 زائد 8، اذا هانت القاعده الكبرى زائد، اذا هنا الا بغينا نشوفوا هنايا 20 زائد 8 يعني القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى في الارتفاع اللي هو 12 مقسوم على 2، اذا تطابق هذه، إذا هذه هي مساحة شبه منحرف. نشوفوا هذه عندنا القطر الكبير هو 12 في القطر الصغير اللي هو 10 مقسومة على 2، إذن 10 في 12 على 2، إذن هذه مساحة المعين، إذن المعين هذه يكون هذه هي مساحته، وهذه مساحة شبه منحرف، ونلونهما بنفس اللون، هذا هو المطلوب. إذن هنا غنحاولوا نلونو هذا بالنسبة لشبه منحرف، عفوا بالنسبة للمعين، إذا بالنسبة لشبه منحرف، إذا هذا هو الجواب على هذا السؤال هذا فيما يخص التلوين. إذا ننتقل إلى التمرين الثامن، أنجز النشاط في الدفتر واحسب قياسات مساحة الأشكال الملونة وأرتبها تزايديا. إذا عندنا هنا متوازي أضلاع، وعندنا شبه منحرف، وعندنا المعين، إذا كل واحد من هادو غادي نحسبو مساحته في النهاية غادي نرتبو، وهنايا سماوهم الوارث الأول الوارث الثاني الوارث الثالث، إذا هذا ربما ورث موزع. إذا هنا غادي نحسبو أولا المساحة، إذا غنبداو بالمساحة متوازية أضلاع، إذا مساحة متوازية أضلاع هي طول القاعدة، إذا هنا طول القاعدة، إذا هنا كاين طول القاعدة في الارتفاع، إذا هنايا مساحة متوازي الأضلاع هو طول القاعدة في الارتفاع الموافق، إذا هنا طول القاعدة، هما ما عطاوناش طول القاعدة للأسف، هما عطاونا من هنا حتى لهنا، حنا خصنا غير من هنا لهنا، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة اللي سميتها. هذا الشيء اللي زادوا هنا ما عنده فاش يفيدنا، وبالتالي هذا لا الا جينا
مثلا ضربنا هذه القاعدة في الارتفاع غادي نحصلوا على مساحة المستطيل ماشي على مساحة متوازي الأضلاع، ولكن هنا كان عليهم يعطيونا القاعدة هذه. فاحنا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ هاد 60 بأنها حد هنا. أنا كنعتبر هذا راه خطأ، يعني خص السهم يوقف هنا. كان عليهم دابا هما خداو هنا كلشي 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 وجاو هنا نساو أنهم يوقفوا غير هنا، لأن القاعدة اللي ديال متوازي الأضلاع هي التي تساعدنا على حساب المساحة، لأن مساحة متوازي الأضلاع هاد 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 هذا كيمكن نهزوه ونجيبوه هنايا وغادي نحصلوا على مستطيل. إذن هذا الطول هذا هو هذا، ولكن دابا حنا عندنا هذا كله باش غنعرفوا حنا هذا. إذن شنو غندير أنا هنا؟ غادي نعتبر بأن هاد 60 هي غير من هنا لهنا، دونك وبالتالي غادي تكون عندي هي 60 مضروبة في 50، إذن 300 متر مربع. إذن هذا بالنسبة للمتوازي المعلومة ماشي يعني فيها واحد شويه ديال الخلل. بالنسبه للمتوازي بالنسبه لشبه منحرف، شبه منحرف عاد شفنا المساحه نتاعو، هو القاعده الكبيره زائد القاعده الصغيره في الارتفاع اش مقسوم على 2. نشوفوا القاعده الكبيره واش عندنا. عندنا اذا هنا 90، هذا بالنسبه للقاعده الكبيره. ولكن القاعدة الصغيرة هنا واخا هنا عطاونا هادو، هنا عطاونا هادو، هنا غادي تكون 25 وهنا 25. يعني شنو غادي ندير باش نلقى القاعدة الصغيرة اللي هي بوتيت باز؟ هادي غروند باز، هادي بوتيت باز شحال كتساوي؟ غادي ناخد 90 غادي نقص منها 25 و 25، نقص من هاد الجزء وهاد الجزء تعطيني ديك الساعة 90 ناقص 50 يعني 40. يعني هنا القاعدة الصغيرة هي 40. الارتفاع عندي هو 50 مقسوم على 2. اذا دابا غادي ندير عمليه حسابيه، 90 الا زدت عليها 40 كتعطيني 100 130، وغادي نضربها في 50 ونقسم على 2. اذا نزيدو نحسبو، اذا هنا 130، اذا هنا 13 الا ضربتها في 5 كتعطينا 65. اذا 65 يعني 13، وهنا غادي نزيد جوج أصفار ونقسمها على جوج، هي إذا هنا تعطينا 3250 متر مربع. دونك يمكننا نتأكدو من هاد. إذا هنا غادي نمشيو للمساحة ديال المعين. إذا أس ديال المعين شنو كتساوي؟ القطر الكبير في القطر الصغير مقسوم على 2. إذا القطر الكبير عندي فيه 100، القطر الصغير عندي فيه 50، وغادي نقسم على 2. إذا هنا بحال لي غادي نضرب تعطيني 1500 مقسومة على 2، أولا 5000 عفوا، 5000 مقسومة على 2 يعني 2500 متر مربع. إذا السؤال شنو هو السؤال؟ احسب القياسات، احنا حسبنا القياسات ولكن بشرط هنا 60. احسب قياسات مساحة الأشكال وأرتبها تزايديا. إذا عندنا إلا بغينا نرتبها تزايديا من الأصغر إلى الأكبر، إذا عندنا الوارث الأول هو الأصغر، ثم الوارث عندنا 3000، وهنا الوارث الثالث يعني المعين، والأكبر هو شبه منحرف هو الوارث 2. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. إذا ننتقل إلى التمرين التاسع. أنجز الأنشطة 9 و10 و11 في الدفتر. إذا تم حفر حوض على شكل معين قطره 6 أمتار. قطراه، فاش كنقولو قطراه شنو كيعني هذا؟ هنا خصنا نكونو عاوتاني عندنا قطراه هنا 6 المتر وهنا 8 المتر. إذا شكون هو القطر الكبير؟ بطبيعة الحال هذا هو القطر الكبير، هذا هو 8 متر، وهذا هو القطر الصغير، هذا هو 6 متر. داخل حديقة على شكل متوازي الأضلاع، انظر الشكل، احسب قياس مساحة الجزء الصالح للزراعة. إذا هذا الحوض هذا غير صالح للزراعة، إذا الصالح للزراعة هو اللون الأخضر. إذا شنو هي العملية هنا؟ العملية اللي خصنا نديرو هو أننا
غادي نحسبوا مساحه متوازي الاضلاع، وغادي نقصوا منها مساحه المعين، وغادي نلقاو المساحه الصالحه للزراعه. اذا اولا الجواب فاش نجي نجاوب، اولا نحسب مساحه متوازي الاضلاع. إذن هنا كيوضفوا لينا جوج ديال المساحات. ثم ثانيا نحسب مساحه المعين، ثم ثالثا نحسب مساحه صالحه للزراعه. صالحه للزراعه. اذا نبداو بمساحه متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع قبل لحظات شفنا باش نحسبوا مساحته. القاعدة نتاع متوازي الأضلاع والارتفاع الموافق لها. إذا شنو القاعدة اللي عندنا؟ عندنا هادي والارتفاع الموافق لها هو هذا، يعني هو هذا نيت، هذا هو الارتفاع الموافق لها. إذا شحال الطول نتاعو؟ 24 متر. إذا غادي نضرب 75 في 24، وغادي نلقى بالمتر مربع شحال المساحة. قبل ما ندوزو العملية حسابية ندوزو نشوفو عاوتاني المعين. المعين شنو كنعرف؟ الضي كبيرة في الضي صغيرة مقسومة على 2، القطر الكبير في القطر الصغير مقسومة على 2. ندير تطبيق عددي، عندي القطر الكبير 8، القطر الصغير 6، وكلشي مقسوم على 2. إذا ومن بعد نديرو دابا عملية حسابية، لأن المساحة الصالحة للزراعة هادي غنسميوها إس أن وهادي إس دو، غتكون هي إس أن موا إس دو. إس أن هي مساحة يعني متوازي الأضلاع اللي هي كبيرة ناقص المساحة الصغيرة ديال معين اللي غير صالح للزراعة. نديرو دابا عملية حسابية بالنسبة لمساحة متوازي الأضلاع. إذا مساحة متوازي الأضلاع كتعطينا 75 مضروبة في 24، إذا كتعطينا 1800 متر مربع. بالنسبة لمساحة المعين عندنا 6 مضروبة في 8 كتعطينا 48، نقسمو على جوج كتعطينا 24. إذا شحال هي المساحة الصالحة للزراعة؟ إذا 1800 متر مربع غادي نقسمو منها 24 متر مربع. إذا النتيجة بالمتر مربع شحال؟ إذا غتعطينا 1776. إذا هذه هي المساحة الصالحة للزراعة بالنسبة لهذا التمرين. ننتقل الى التمرين العاشر، ليكزيرسيس نيميرو 10. ايمان بونس كو سي لي دو بوليغون، يعني ايمان كتعتقد بان جوج مضلعات اون هاد جوج مضلعات اون لو ميم بيريمتر، عندهم نفس المحيط، دونك يلزون لا ميم سيرفاس، يعني مادام عندهم نفس المحيط. هذا الاعتقاد نتاعها، كتقول الا كان عندهم نفس المحيط غادي تكون عندهم لا ميم سيرفاس، يعني غتكون عندهم نفس المساحه. فري او فو جو جيستيفي ما ريبونس. اذا هنا خصني نثبت لا ريبونس ديالي. هادو بجوج نشوفوا واش عندهم نفس المحيط. اذا غنحسبوا، اذا هنا غادي نشوفوا واش عندنا نفس المحيط نتاعهم. اذا نبداو بالمحيط، المحيط ديالهم بجوج. اذا هنا غادي نحسبوا محيط المعين. محيط المعين مادام ان ضلع فالاضلاع متقيسه، اذا المحيط نتاعو غنسميوه بي واحد، غادي يكون هو 18 في 4، بحال المربع كنحسبوا المحيط. اذا 18 مضروبة في 4 كتعطينا تقريبا وقيله 72 سنتيمتر. ها المحيط ديال المعين. شوفوا بالنسبه للمحيط نتاع شبه منحرف، المحيط نتاع شبه منحرف لاحظوا خلصنا له المساحه لان كيبغي. دونك عندنا 19 مضروبه في 2. علاش مضروبه في 2؟ لانه هو متساوي الساقين، زائد 10 زائد 24. اذا 19 الى ضربناها في 2 كتعطينا 38 زائد 10 زائد 24. اذا نجمع هذا الشيء كامل، ندير واحد عمليه عموديه. اذا
عندنا 38 زائد 10 زائد 24، إذا كتعطينا 12، نحتفظ بواحد، 4 5 6 7، إذا 72. إذا لحد الآن حنا لقينا المحيط بحال بحال بالنسبة لهاد جوج أشكال، عندنا المحيط نفسه بالنسبة للمعين لقينا 72، وبالنسبة للشبه منحرف 72. دابا السؤال المطروح اللي طرحته واللي بغينا نتأكدوا منه طرحته إيمان، واش اسكو سي فري غتكون عندنا نفس المساحة؟ إذا غندوزو نحسبوا المساحة، المساحة غادي نسميو هادي اس ان وهادي اس دو. إذا اس ان هادي مساحة معين، مساحة المعين كنضربو القطر الكبير في القطر الصغير على اثنان، هادشي دابا خصو يتحفظ. دونك هنا القطر الكبير فيه 25، القطر الصغير فيه 12 مقسومة على اثنان. إذا بحال لي غنضربو 25 في 6، لأن 12 مقسومة على جوج كتعطي 6. إذا نشوفو 25 في 6 اش كتعطينا، إذا كتعطينا 150. إذا 150 سنتيمتر ولا متر، سنتيمتر مربع. إذا هذه هي مساحة المعين. بالنسبة لمساحة شبه منحرف، شبه منحرف شنو؟ القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة في الارتفاع مقسوم على اثنان. إذا القاعدة الكبيرة 24 زائد القاعدة الصغيرة 10 مضروبة في الارتفاع اللي هو 12 مقسومة على اثنان. إذا 24 لزنا عليها 10 كتعطينا 34، 12 إلا قسمنا على جوج كتعطي 6. إذا نشوفو 34 في 6 شنو تعطينا، 34 في 6 إذا كتعطينا 204. إذا 204، هل لدينا نفس المساحة؟ إذا مساحتين مختلفتين، إذا ما اعتقدته، إذا أننا ماشي عندناش نفس المساحة. وأنا أعتقد لو أننا لقينا أننا لقينا شي حالة مثلا كيكونوا متساويين، راه ماشي ما نقدروش نعمموها. هذا هو دابا لو أننا لنفرض لقينا نفس النتيجة، راه ما نقدروش نعمموها، لأن لابد خصنا نبرهنوها ونتأكدوا منها في جميع الحالات. لأن خصش يكون عندنا حتى كونتر إكزومبل، حتى حالة مضادة. إذا هذا إذا شنو غادي نقولوا؟ دونك جيجي دونك سي فو، دونك سي فو، سي فو، داكشي اللي قالت إيمان سي فو، دونك سي با جيست. دونك غادي ننتقلوا ليكزيرسيس، لو ديرني إكزيرسيس، دونك ليكزيرسيس 11. Un imprimeur a découpé 250 morceaux ayant la forme d'un trapèze dans les feuilles cartonnées pesant 240 grammes en mètres carrés, voir le croquis. Calcule en kilogrammes la masse de carton indispensable. Donc, on va faire l'exercice tout d'abord. D'abord, هذا واحد يعني واحد كيطبع طابع امبريمور، يعني في الامبريمري في المكتبه اللي كطبع. دونك شنو خدا؟ خدا واحد لي في كارطون، يعني اوراق، يعني ديال الكارطون كتوزن، هاد الاوراق كتوزن 240 غرام لكل متر كاري. مثلا كل متر كاري من هاد الكارطون هذا، يعني هنا متر وهنا متر، إلا عبرتيها في الميزان غادي تلقى فيها تقابلها 240 غرام. هو قطع خدا واحد العدد ديال الأمتار من هاد الكرتون هذا، وقطعو على شكل دي ترابيز، على شكل شبه منحرف. إذا شبه منحرف بحال هكا، خدا مثلا واحد العدد ديال الأمتار ما عرفناش شحال، وقطعها على شكل شبه منحرف. ولكن شحال من شبه منحرف؟ 250، 1 2 3 4 5 6 حتى. اذا شحال ديال، دابا السؤال هنايا شحال الكتله؟ دابا السؤال لا ماس، يعني دابا هنايا شنو خصنا نلقاو؟ خصنا شحال، السؤال اللي غادي نجاوبو عليه، عدد ولا لو نومبر دو متر كاري، لو نومبر دو متر كاري. لان مادام عندنا متر كاري ب 240 غرام، خصنا عدد لي متر كاري ديال لي ترابيز
de 250 de 250 morceaux de trapèze ayant la forme de trapèze ayant la forme de trapèze. إذا شنو غادي نحسبوا هنايا؟ بطبيعة الحال غادي نحسبوا المساحة، غادي نحسبوا المساحة، غادي نلقاو المساحة، غنعرفوا المساحة اللي شكلت هذاك الكارتون هذاك من عدد لي ترابيز من عدد الشبه منحرف، ثم غنلقاوها على شكل دي متر كاري، ومن بعد غادي نضربوها في 240 غرام، وهنا غادي نلقاو الكتلة، وفي تو دابور في الأول غنلقاوها بالغرام، ومن بعد أون فا فير لا كونفرسيون ونحولوها لكيلوغرام. إذا دابا بروميير دي شوز غادي نلقاو لو نومبر دو متر كاري. إذا شنو غادي نحسبو؟ غادي نحسبو المساحة واحد شبه منحرف ونضربوها في 240 باش نلقاو المساحة الإجمالية. نلقاو المساحة واحد ونضربوها في 240 ولا 250. إذا هنايا أول شيء لا سيرفاس، دونك خصنا لا سيرفاس ديال الترابيز. سيرفاس دي ترابيز، اون فوا غنلقاو لا سيرفاس دي ترابيز غادي نحسبو لا سيرفاس ديال 250 مورسو دي ترابيز، ومن بعد غنلقاو لا ماس ديال 250 مورسو دو ترابيز اون غرام، ومن بعد غنلقاو لا ماس اون كيلوغرام. دونك هادي هي، هادو هما المراحل ديال هاد ليكزيرسيس. دونك لا سيرفاس دي ترابيز غادي نضربو نطبقو داكشي اللي شفنا. دونك عندنا اس تساوي 25 كقاعدة كبرى زائد 15 كقاعدة صغرى في الارتفاع اللي هو 12 مقسوم على جوج. نبدا خصنا نقسمو على جوج. إذا هنا 25 لازلنا عليها كتعطينا 40، 12 إلا قسمناها على جوج كتعطينا 6، إذا 6 إلا ضربناها في 4 كتعطينا 24، إذا 240 متر كاري. ولكن هذه مساحة أياش؟ سنتيمتر، باردون، سنتيمتر كاري. إذا هنايا هذه مساحة إذا هنا راه تمرين، هذا تري امبورطون هاد ليكزيرسيس. دابا هنا يلاه لقينا المساحة ديال الترابيز الواحد. دابا لا سيرفاس غادي نحسبو لا سيرفاس دو 250 مورسو دو ترابيز، يعني المساحة ديال مورسو دو ترابيز ديال 250 مورسو ديال الترابيز، يعني 250 شبه منحرف. إذا شنو غادي نديرو؟ إذا 250 غادي نضربوها في المساحة ديال واحد اللي هي 240، ولكن غادي نلقاوها بالسنتيمتر كاري، ومن بعد خصنا نحولوها للمتر كاري. إذا لاحظتوا هاد ليكزيرسيس كيتسموا، هادو هما ليكزيرسيس كيتسموا كومبلكس، هادو مركبين، تمارين مركبة كتبين واش التلميذ يعني فعلا فاهم المساحة. إذا غنديرو عملية حسابية ديال 250 غادي نضربها 240، إذا كتعطينا 60000، إذا كتعطينا 60000 سنتيمتر كاري. غادي نديرو دابا لا كونفرسيون، لا كونفرسيون يعني التحويل. عندنا 60000 متر كاري، سنتيمتر كاري شحال كتساوي بالمتر كاري؟ علاش؟ لان حنا عندنا الكتله بالمتر كاري، هنا قالوا لنا 240 غرام لكل متر كاري، ما قالوا لناش لكل سنتيمتر كاري. اذا هنا غادي نستعملوا الجدول ديال المساحه، بالنسبه للمساحه غنستعملوا الجدول تاع المساحه باش نحول. اذا عندنا 60000 سنتيمتر كاري، غادي نحطوا 60000 سنتيمتر كاري ونشوفوا شحال كتعطينا بالمتر كاري. اذا كتعطينا 6 متر كاري، اذا هذا الشيء غادي نحذفوه، نحذفو هادشي. دونك 60000 الى حولنا 60000 سنتيمتر كاري الى حولناها للمتر كاري كتعطينا 6 متر كاري. اذا هذا هو، اذا هنا حنا درنا لا كونفرسيون. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو لا 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 ماس، هي الكتله لا ماس. في البدايه غنحسبوها اون غرام، ومن بعد عاود غنديرو لا كونفرسيون اي اون كيلوغرام. دونك هنا اون غرام اي اون كيلوغرام. اذا باش نحسبو الكتله غناخدو 6 متر كاري
وغادي نضربوها في كتلة كل متر كاري. كتلة كل متر كاري 240، إذا غتعطينا في 240. نعم، إذا هنا 6 في 240، غادي نديرو عملية حسابية ونشوف شنو غتعطينا بالجرام. إذا كتعطينا 1440 غرام، هي الكتلة نتاع الكرتون. دابا غنديرو لا كونفيرسيون، خصنا الطابلو ديال الكيلومتر. هنا غتجينا بالفاصلة، إذا 1440 إلا بغيناها دونك هذا ديال المتر، عفوا خصنا الكيلوغرام. دونك بحال تقريبا، ولكن كيبقى خصنا، إذا هنا 1440 كيلوغرام، إلا غرام، إذا إلا بغيناها بالكيلوغرام غتعطينا 1.44 كيلوغرام، يعني كيلو ونص تقريبا، تقريبا كيلو ونص. هذا سيت ان اكزيرسيس كي تري امبورطون، تمارين بحال هادو اللي كيحل بحال هاد التمارين، دونك عنده واحد لا كومبيتونس، عنده واحد الكفاية بطبيعة الحال فيما يخص يعني الرياضيات. الرياضيات يعني كيبغي الحل بحال هاد لي زيكزيرسيس هادو، هادو سي تري امبورطون. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول المساحة والمحيط للأشكال الهندسية اللي شفنا، متوازي الأضلاع والمعين والشبه منحرف. موعدنا مع درس قادم وحصة قادمة بحول الله.